محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنو. أهلا وسهلا بك معنا لينا. بداية لاحظنا الاستقرار الواضح في أداء مؤشر الدولار حتى مع اختتامية تعاملات هذا الأسبوع، ما هي أسباب الاستقرار؟ يعني ألا يوجد معطيات جديدة تؤثر على مؤشر الدولار؟ نعم، صباح الخير، أهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي نوع من الارتفاعات الطفيفة اللي عم نشاهدها اليوم في ظل يعني نحن طبعا في نهاية، لم يتبقى يومين وحتى ينتهي عام 2021 نبدأ عام 2022. طبعا كان الدولار الأمريكي هو اللامع في عام 2021، كان هناك يعني بالنسبة لليورو متراجع أمام الدولار الأمريكي ب7%، أيضا الجنيه الاسترليني بالرغم من ارتفاعه اليوم بأكثر من بأعلى مستويات بست أسابيع كان متراجع خلال عام 2021 أمام الدولار الأمريكي ب1.14%. الدولار حقق ارتفاعات قوية أمام الين الياباني وأيضا أمام الفرنك السويسري تقريبا 3.5% أمام الين الياباني ب11%. ومتوقع أن يكون الدولار الأمريكي خلال عام 2022 ربما يعني لم تتضح الصورة بعد، لكن هناك يعني مزيد ربما من القوة في ظل توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة في آخر اجتماع ربما بعد نهاية برنامج التيسير الكامل الذي ينتهي في مارس، سوف يكون هناك تقليص لرفع بداية رفع أسعار الفائدة 3 مرات، رغم أنه عم نشوف أنه الأسواق ربما احتسبت ذلك، يعني ربما يكون هناك الرفع مرتين ونبدأ أول رفع في بعد تقليص برنامج شراء السندات في مارس، يعني يبدأ أول رفع في شهر 5 أو 6 في يونيو. فهذا اللي عم يخلي أنه متوقعين أنه يكون في ارتفاع لمؤشر الدولار الأمريكي خلال عام 2022 وفي ظل تجديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. نعم. يعني يظهر أنه في عم نشوف بعض التردد من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لكن في ظل ارتفاعات التضخم ارتفعت بشكل كبير، هي الأعلى منذ 39 عاما، يعني وفي ظل يعني سياسة التحفيز الهائلة التي قدمتها البنوك المركزية منذ بداية جائحة الكورونا، فهذا لا. عم يخلي أنه كان التضخم عم بيرتفع بشكل كبير، فعلى سياسة البنوك المركزية تضطر أن تبدأ بسحب السيولة من السوق. يعني لينا تحديدا فيما يتعلق بمعدلات التضخم التي سجلت مستويات مرتفعة أيضا في منطقة اليورو، ماذا عن مستويات وأداء اليورو خلال عام 2021؟ هل تعتبر من العملات الرابحة أم من العملات الخاسرة؟ طبعا اليورو في اتجاه هبوط من اليورو مقابل الدولار الامريكي المتراجع بنسبه 7% خلال عام 2021، احنا متوقعين المزيد من الهبوط لليورو بسبب سياسه البنك المركزي الاوروبي بانه لن يقوم بتجديد السياسه النقديه، اقل تقدير لو كان هناك اي تجديد للسياسه النقديه ستكون في بدايه عام 2023، يعني ان يبدا يفكر بتجديد السياسه النقديه. طبعا لا ننسى انه ما زالت منطقه اليورو بحاجه لمزيد من السياسه التحفيزيه، وايضا في ظل ارتفاع عدد الاصابات والانتشار الواسع الذي شهدناه في عدد من المناطق في اوروبا في انتشار اوميكرون، عم نشوف ارتفاع عدد الاصابات في فرنسا، نحن ب 203,000 اصابه، هي اعلى ارتفاع في عدد الاصابات، يعني حتى ليست في اوروبا، ايضا الولايات المتحده الامريكيه اليوم عم تسجل ارتفاعات هي الاعلى منذ بدء الجائحة، فالارتفاع في معدلات الإصابة الانتشار، لكن الحدة يعني حدة أوميكرون هو أخف فتكا من باقي، من اذا قارناه بدلتا او بفيروس كورونا. فاليورو في اتجاه هابط ومتوقع المزيد من الهبوط في ظل انه الدولار الامريكي عم بيرتفع، وفي ظل سياسه الفدرالي الامريكي في تجديد السياسه النقديه اذا ما قارناه ببنك المركزي الاوروبي، ونفس البنك المركزي الاوروبي عم بيتعامل مع 18 دوله ولها سياسه مختلفه، يجب ان يتأنى قبل أن يقوم بأي تجديد بالسياسة النقدية. نعم. لينا ماذا عن العملات الآسيوية وتحديدا الين الياباني؟ لاحظنا تحركات للين الياباني خلال الفترة الأخيرة، ما هي الدوافع أو العوامل التي أثرت بشكل كبير على أدائه، وكيف تصفين أداؤه خلال عام 2021؟
طبعا الدولار مقابل الين الياباني كان مرتفع بشكل كبير، الدولار عم بيرتفع امام الين، احنا نتحدث عن ارتفاعات تقريبا ب 11%، وذلك يعني في ظل الابتعاد عن عملات الملاذ الامن، فهي احنا في ظل تحقيق النمو الاقتصادي في يعني عم نشوف انه بلشنا انه فتح الاقتصاد، عم نشوف ارقام وبيانات جيده، بيانات وارقام وظيفيه، يجب ان يتم مراقبه بيانات سوق الوظائف، بيانات سوق العمل اللي عم نركز عليها، وهي لها رح يكون تاثير ايضا على مؤشر الدولار الامريكي، فاي بيانات وارقام هي رح تعتمد بشكل كبير على سياسه الفدرالي الامريكي. اذا وصلنا الى البنك الياباني المركزي، ما زال هناك لن يقوم بتجديد السياسه النقديه، الفارق بين سياسه البنك الاحتياطي الفدرالي والامريكي وبنك اليابان المركزي انه البنك الياباني المركزي لن يقوم بتجديد السياسه النقديه، سيستمر بسياسته التحفيزيه الهائله لدعم الاقتصاد الذي يعاني في منطقه اليابان، فالين الياباني ما زال انه تحت الضغط، وفي ظل التفاؤل انه ما راح يكون في اغلاقات اقتصاديه كبيره، ورح يكون هناك تجديد للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الأخرى. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.